يتعلق بالشركة السياحية العقارية مارينا جمرت اللي يملكوها الآن ثلاثة أطراف أو أربعة أطراف من شأنا. الطرف الأول وبنسبة 50% هو شركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية، وشركة فيكتور وشركة فيكتور نظيم آغا مع بعضهم اللي هي أيضا شركة قطرية، وأمير قطر هو أيضا شريك في هذه الشركة. والأطراف التونسية هي 25% لسليم شيبوب وهي مصادرة الآن، و 25% لورثة المرحوم ميلاد عزيز ميلاد واللي يديرها اليوم كريم ميلاد نجله وهو الرئيس المدير العام لهذه الشركة، علما وأنه تم إخراج سليم شيبوب بعد المصادرة من مجلس إدارة الشركة باعتباره شريك كان عضو في مجلس إدارة الشركة، تم إخراجه وتعويضه بصلاح الدين قايد السبسي. العملية انطلقت بأمر عدد 438 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007، ان ديكري بريزيدنسيال يتعلق بإعادة تحديد الملك العمومي البحري في منطقة كاب جمرت وإخراج تقريب 10 هكتارات من الملك العمومي البحري إلى الملك الخاص للدولة، بمعنى أنه صار ملك يمكن التفويت فيه. لاحظوا التواريخ والمعجزة في التواريخ. الخطوة الثانية كانت قرار، عندكم نسخة من القرار، هو قرار بلدية المرسى بإسناد رخصة بناء. هذا القرار اصدر بتاريخ 30 أبريل 2007، يعني ما يتجاوز الشهر بعد صدور الأمر. ولكن المريب في هذا القرار، قرار رخصة البناء، هو أنه أولاً يقول وعلى مطلب السيدة الشركة العقارية والسياحية مارينا جمرت المؤرخ في 11/4/2007، يعني وضعت مطلب، صبت مطلب من أجل الحصول على رخصة بناء في 11/4/2007، وعلى رأي اللجنة الفنية لرخص البناء المتضمن بمحضر جلستها المنعقد في 11/4/2007 في نفس اليوم، نفس اليوم اللي تم تقديم فيه المطلب، اجتمعت اللجنة وأسندت رخصة البناء. ما في خرق للقانون واضح وصريح هو أن الخانة المخصصة للعقار أين سيتم البناء، رخصة البناء تتعطى حسب القانون على أرض مملوكة للشخص اللي قدم رخصة البناء. الخانة المخصصة للقطعة بالمقسم عدد فراغ شاغرة، لأنه الشركة الطالبة لرخصة البناء لم تكن آنذاك مالكة للأرض، لأنه كما سنرى فيما بعد عقد البيع اللي تحصلت عليه الشركة من الوكالة العقارية السياحية أنجز بعد سنة وثمانية أشهر من صدور رخصة البناء. في 24 ماي شهر تقريبا بعد صدور رخصة البناء يتم إسناد رخصة استثمار سياحي من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة محمد رؤوف الجمني اللي هو المدير العام
للديوان الوطني التونسي للسياحة لوينتيتي، يسند رخصة استثمار سياحي. ماذا يوجد فيها؟ نظام التشجيع، بمعنى أن هذا الاستثمار مش يمكن صاحبه من نظام تشجيع يقول مشترك. مشترك بمعنى أنه يهم امتيازات جبائية وامتيازات ديوانية. الاستثمار فقط يخص التنشيط الانيماسيون توريستيك ولا يتعلق بالإيواء، بمعنى أنه ما فماش ترخيص بإقامة دي ريزيدانس دي بيرجنا وإلا بعث عقاري. هذا العقد ماذا جاء فيه من خطير؟ أنه أولا فوت لصالح هذه الشركة في 21 هكتار في منطقة من أغلى مناطق تونس ومن أجمل أيضا مناطق تونس، أراضي دولية ملك الشعب التونسي، فرط فيها بثمن رمزي قيمته 40.6 دينار للمتر الواحد، 40 دينار و600 فرنك، في حين أن لدينا عقود تثبت أنه في نفس المنطقة في تلك الفترة بيعت الأراضي بين 800 ومليون و200. فارق الثمن بين ما تحصلت عليه الدولة تقريبا 8 مليار دوات، ثمن 8 مليار دوات و800 مليون، والسعر الحقيقي للأرض اللي هو يفوت 210 مليون دينار، 210 مليار، يعني أن الدولة في هذا العقد الا اونكيسي اون بيرت سيش على ثمن الأرض يفوق 200 مليار. المشكلة الأساسية في العقد هذايا هو في فصله الخامس. ماذا يقول الفصل الخامس؟ تلتزم الشركة العقارية والسياحية مارينا جامارت باستعمال المبيع لغاية إنجاز مشروع ميناء ترفيهي وتوابعه لا غير، وفي صورة أي استعمال مختلف لطبيعة المشروع الموافق عليه، أي استعمال مختلف في صورة، وكذلك في صورة عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة أو إنجاز جزء منه، فإنه يحق للبائعة، يعني لايف تي الديوان الوكالة العقارية السياحية، يحق للبائعة الوكالة العقارية السياحية طلب تجريد المشترية من حقوقها. براس الشروط ينص على واجب ضرورة، واجب الوكالة العقارية السياحية أن تتابع إنجاز المشروع وأن تسترد حقوقها إذا كانت لاحظت وجود استعمال غير شرعي لهذا العقار الذي تم إسناده بثمن رمزي من أجل إنجاز مرفق عام، ولم تفعل أي شيء، ولم يفعل حافظ المدير العام للوكالة العقارية السياحية وكل المديرين العامين للوكالة العقارية السياحية إلى حد الآن بالتتابع كلهم لم يحرك منهم أحدا ساكنا. نرجع إلى موضوع آخر لخسارة الدولة، يعني أن الدولة على ثمن العقار خسرت نت 200 مليار، لكن مش هذا حجم الخسارة فقط، وكذلك تتمتع بامتيازات ديوانية لما تستورد مواد صالحة وضرورية لبناء المرفق العام. تم استعمال هذه الامتيازات صحيح من أجل بناء البرط على 2 هكتارات، ولكن تم استعمالها أيضا لبناء 249 فيلا فخمة بامتيازات جبائية وامتيازات ديوانية تفوق عشرات المليارات. أسماء
الأشخاص أو جزء منهم المتورطين مباشرة في الموضوع هذا في أصله هما زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية السابق، التيجاني الحداد وزير السياحة آنذاك، رضا قريرة وزير أملاك الدولة آنذاك، وبلدية المرسى في شخص محمد كمال الصالحي رئيس البلدية، وكامل أعضاء اللجنة الفنية المختصة في إسناد رخص البناء، وكذلك محمد معالي مدير الوكالة العقارية السياحية آنذاك، ومحمد رؤوف الجمني مدير الديوان الوطني للسياحة آنذاك، وفي أشخاص الشركة العقارية والسياحية مارينا جابرت اللي هما العزيز ميلاد مرحوم عزيز ميلاد والآن ابنه كريم ميلاد وهو المدير العام الآن للشركة السيد سليم شيبو وأسهمه مصادرة وشركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية وشركة فيكتور نظيم آغا الاسم تركي ولكن جنسية الشركة قطرية. اليوم نحن مع بعضنا هذا الفساد متواصل، وزارة السياحة متورطة حد النخاع بسكوتها وبتغطيتها على هذا يعني الحلقات اللي تشد في بعضها بتاع الفساد. وزارة أملاك الدولة نفس الشيء، 42 مليار خرجوا بطريقة قانونية، نجم نجاوبكم أنت، ولكن خرجوا الأساس متاعهم هو غير قانوني، بين قوسين هو إجرامي، هو تحويل وجهة مقدرة الدولة. مشروع قانون المصالحة باش يطوي صفحة دموية كما هذه، صفحة كاملة دموية. هذاك علاش حملة مانيش مسامح في خضم ما سمته الروندة 3، واشتغلت وما زالت مؤمنة بهذا الملف باش تواصل فيه إلى أبعد أمد ممكن. بطبيعة الحال تبقى ما يفرضه ويخول له لها القانون. قررنا التوجه قطع النظر فما تتبعات جارية ولا، التوجه إلى القضاء للاشتكاء بجميع هؤلاء، ومش فقط هؤلاء، كل من عسى أن يكشف عنه البحث.